هنا بيقول لي صوت الـ A R وصوت الـ O R طبعا انت عارف ان صوت الـ A لوحدها تمام كشورت A بتتنطق A زي Apple Ant لكن لما يجي وراها حرف الار بتتفخم كده بتتخن شوية فاكر انت كده في مرة من المرات يعني بطنك وجعتك فقلت اه يا بطني اه اه حاجة بتخبطك بتقول اه تتعور في حاجة اه هي اه دي ليه بقى تخنت كده؟ ايه السبب في انها تخنت؟ اتخبطت في الآر. تخبط في الآر على طول تقول آه، لكن هو صوتها الأساسي آ ابل آ انت. معايا؟ المرة دي هتتخن مننا عشان وراها حرف الآر تبقى آر. زي إيه؟ زي ستار. ما تدوس على الآر قوي، ما تقولش ستار، لا، إحنا في البريتش ما بننطقش الآر وفي الأمريكان بيبقى خفيف. الجماعة الأمريكاني يقولك لك ستار. اما الجماعه البريطانيين يقولك ستار يفتح بقه كده <applause> ما يدوس على الار خالص ولا ينطق ستار اللي هي النجمه بارت با ا برضه صوتها تخين اهو بعدين ده الحديقه العامه المنتزة ارت في اول الكلمه اهو ار ار ارت اللي هو الفن او الرسم جار البرطمان جا ا جار فاكر كنت بتقول كات كانت بتنطق ا جميله كده ورقيقه لكن هنا عشان فيها الار تتخن معانا ما ينفعش اقول كار صح كار 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 فا فارم مزرعه فا فارم فارم عندك دراعك اسمه ارم ارم الحديقه جا جار جاردن جاردن الحديقه المنزليه الحديقه اللي عندك في البيت اما دي الحديقه العامه اللي كل الناس بتروحها اللي هي البارك خلاص عرفنا نطق الاي ار سهل صح ستار انت معايا ستار بارك ارت جار كار Farm ارم جاردن كمان مره ستار park art jar car farm arm garden نيجي لصوت الاو ار او 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 تمام زي stall story الواي هنا بتتنطق E story story يعني قصه story كورن كو كورن او او اور ن كورن الدرة هو هور هورس الحصان هورس سب, سب. سبور سبورتس 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 اللي هي الرياضات وما تتكش على التي تي بين ساكنين ممكن ما تنطقهاش خالص عايز تنطقها خفيف خالص ماشي سبورتس spots بعدين charts shorts اللي هو short. shorts charts charts برضو صوت all shorts morning morning او all morning فور او فور forty forty اللي هو رقم 40 فورتي فورتي قول ورايا repeat after me story story corn corn horse horse sports sports shorts shorts morning morning party party but the Star, Par, Art, Jar, Car, Farm, arm, Garden, Story, Corn, Horse, Sports, Shorts, Morning. لاحظ ان في فرق بين نطق الحرفين خلاص هنا ار كول تمام هنا جاردن هاوس هنا جار هنا شارتز هنا اه أو. او ار او ار او صوت الاي ار قلنا بيدخن شويه صوت الاي هنا فبقول اه اه زي ار ستار بارك ارت جار car farm arm garden r o r زي story corn horse sports shorts morning forty this is a beautiful park هو بيدربنا طبعا بيجيب لي بعض الكلمات اللي فيها ال -or او ار او الاي ار هنلاقي الاي ار في كلمه park r r park This is a beautiful park. هذه حديقة عامة جميلة. ونحفظ الجمل دي عشان نعرف نستخدمها لما يقول لي بعدين ازاي تكتب موضوع او باراجراف بعدين في سنة رابعة. This is a beautiful park. There is a horse on the farm. يعني يوجد there is بنستخدمها للمفرد زي ما اخدنا. يوجد حصان واحد ياخد اداة نكرة. آه لانه بدأ بساكن. موجود فين؟ في المزرعة يبقى on the farm، الفارم تاخد حرف الجر on يبقى there is a horse on the farm عايز تقول في حصان في المزرعة تقولها ازاي؟ there is a horse on the farm. وبعد كده بيقول لك I play sport in the park زي ما جاب لي horse فيها or وجاب لي farm فيها ar هنلاحظ هنا sport فيها or وبارك فيها ar في جملة واحدة. انا بلعب رياضه بمارس الرياضه فين في الحديقه العامه دي اي بلاي سبورت in the بارك There are flowers in the garden. There are. اتفقنا لما نقول يوجد للجمع بنستخدم there are. There are. There are. هناخدها في الوحدة التامنة. There are flowers in the garden. Flowers in the garden. Garden برضو فيها ال A R. Gar R. Garden. هتقول الجملة معايا وانت قافل المايك وبعدين كلنا هنقراهم. This is a beautiful park. تقول جملة على بعضها this is a beautiful park there is a horse on the farm there is a, there is a horse on the farm i play sport in the park تاني i play sport in the park there are flowers in the garden There are flowers in the garden ندخل على الدرس الرابع وهنا عندنا story هفتح على صفحة واحدة وكبر الصورة عشان الكلمات تبقى واضحة بالنسبة لك بالشكل ده تمام هقفل المايك علشان في ناس ما تاخدش بالها وبتفتح بتعمل دوشة وبعدين نكمل story قصة I walk in the park يعني هنتمشى كده في الحديقة أوك walk تمشية هنمشى مع بعض جوه الحديقة العامة In the park Parents Parents والتي ما تقولهاش احسن وريح دماغك منها ما تقولش Parents خلاص قلنا التي وسط ساكنين مش هنقولها Parents Parents الوالدين مين هم الوالدين اللي هو ماي داد اند ماي مام ماي فادر اند ماذر بابا وماما الوالدين اسمهم Parents Parents لما بتخلص حاجه انت مثلا خلصت الواجب وماما وعدتك لو انت خلصت الواجب هنطلع نتفسح شويه يبقى Finished Finished خلصت انا انتهيت من القصه دي Finished. والدي بتنطقها تي Finished. لما توصل خمسه هتعرف ليه درينك درينك احنا درينك بنستخدمها كيشرب فعل يشرب لكن هي جايه هنا كنا عامل لك حرف ال هو يعني يقول لك ده اسم يعني ايه درينك المشروب نفسه اللي بتشربه درينك الدي مع الار بتاخد سنه الجي كده فبنقول جي 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 درينك درينك ات هوم يعني في البيت ات هوم ات هوم بتشم الورده كده يشم يعني ايه الله سميل سميل يشم سميل سميل ريسايكلين بين ريسايكلين بين يعني سله اعاده التدوير احنا هناخد الحاجه دي نعيد استخدامها مره تانية تمام سواء هتروح المصنع او احنا بنفسنا اللي هنعيد استخدامها تمام ريسايكلين بين ريسايكلين بين يلا معايا وانت قافل المايك بيرنتس زين بيرنتس finished finished drink drink at home at home smell smell recycling bin recycling bin في جمل هنتعلمها من خلال القصه دي We can recycle it. يعني يمكن اعادة تدويرها. نقدر نستخدمها مرة كمان. We can recycle it. We can recycle it. زي علب الكرتون كده لما بتروح المصنع ويعملوا منها ورق جديد. زي البلاستيك بيجمعوه بيعملوا منه شنط بلاستيك جديدة وهكذا. We can recycle it. Put the trash in the trash can. يعني ايه تراش كان يعني سلة المهملات. طيب put يعني ايه؟ يعني يضع هيضع ايه؟ هيضع الزبالة القمامة يبقى put the trash بيضع القمامة فين؟ in في the trash can في سلة المهملات put the trash in the trash can ترميهاش في الشارع حطها في السلة I plant trees يعني أنا بزرع أشجار I plant tree شجرة حط لها اس الجامعة تبقى trees أشجار I plant trees Don't pick flowers يعني ما تقطفش الورود، لو احنا رحنا الحديقه وكل واحد قطف له ورده مش هنلاقي حاجه نتفرج عليها ولا يبقى في ريحه حلوه نشمها، يبقى نحافظ عليها ونسيبها زي ما هي. Don't pick flowers لا تقطف الزهور الورود. Don't pick flowers، pick يعني يقطف. Don't pick flowers. We must protect our environment، لازم نحافظ على البيئه بتاعتنا، لو احنا التزمنا بالسلوكيات دي وكل حاجه حطيناها في مكانها وزرعنا النباتات وما قطفناش الازهار يبقى احنا كده بنعمل ايه؟ بنعمل بروتكشن لاور environment بنحافظ على بيئتنا وي ماست يعني يجب علينا بس التي دي المفروض كانت تدخل مع الكلمه هي البرنتر اللي كتب نسي وخد مسافه في النص. وي ماست بروتكت اور environment دونت ثرو يعني ايه ثرو؟ يعني يرمي تراش يرمي ايه؟ يرمي زباله فلما اقول لك دونت ثرو تراش يعني ما ترميش الزباله in the river انت عارف طبعا river معناها النهر من اول درس don't throw trash in the river ما ترميش الزباله في النهر don't throw trash in the river من الاول وانت قافل الميه we can recycle it لما بننطق دايما كده الفعل مع حرف الجر في كلمه recycle it ما اقولش recycle it ما ينفعش recycle it we can recycle it put the trash in the trash can نحاول نقولها كلها على بعضها بقى put the trash in the trash can I plant trees I plant trees don't pick flowers don't pick flowers we must protect our environment نقولها كلها على بعضها we must protect our environment كمان مرة عشان الكلمة الأخيرة طويلة شوية we must protect our environment don't throw trash in the river كلها على بعضها don't throw trash in the river punctuation and capitalization تعالى نشوف يا سيدي ايه موضوع الحروف الكبيره. We use capital letters at the beginning of the sentences. احنا بنبدا الجمله بتاعتنا بحروف كبيره، احنا عاده عاده القاعده الاساسيه احنا بنكتب small letters، بنكتب ايه؟ حروف صغيره، دي القاعده البيزك بتاعي، انا بكتب الكلمات بتاعتي زي ما انت شايف اهو. ال M وال F وال R وال O وال M وال R كل ده يعني زي ما انت شايف small letters. اما الاستثناءات يعني ايه استثناءات الكلمه الطويله دي يعني القاعده اللي بتشذ عنها تمام باخد شويه حاجات كده اقول لا انت لازم تبقي كبيره يعني مثلا الضمير اي من وسط كل الضماير بيجي في اي مكان في الجمله لازم يكون حرف كبير واخد بالك يعني لو جبت اي ضمير تاني هتلاقيه بيختلف اول الجمله عن نص الجمله معايا يعني لو قلت شي وبدات الجملة بالاس بتاع شي تبقى الاس كابتل. طب لو جت في وسط الجملة تبقى الاس سمول فاهمني؟ لكن الاي في اي حتة في الجملة بيبقى كبير حرف كابتل معايا؟ يبقى بداية الجملة لازم ابداها بحرف ايه؟ حرف كابتل. We use capital letters for names. بنستخدم الحروف الكبيرة مع الأسماء. يعني إيه؟ هو أي اسم وخلاص يا مستر؟ لا. البروبر ناونز اللي هي الاسماء العلم يعني ايه اسماء علم برضو مش فاهم يعني اقصد حد بذاته لما اقول ماري يبقى انا اقصد واحده معينه من وسط الناس كلها خلاص غير لما اقول جيرل جيرل ده ما اسموش بروبر ناون واحد يقول لي ما هو جيرل اسم يا مستر نخلي جي كابتن لا ما نفعش. لان في كام جيرل في العالم ملايين الجيرلز لكن ماري اللي انا اقصدها في الجمله انا اقصد حد معين لما اقول اي ام ماري انا ماري يبقى انا قصد نفسي انا قصدت نفسي يبقى من وسط العالم كله حددت يبقى الام كابيتال فاهمني فرانس فرانس دي فرنسا دولة بحد ذاتها معروفة من هي فرنسا احنا في كام فرنسا في العالم هي فرنسا واحدة يبقى الاف كابتل فاهمني يبقى لما اقصد اقول نيم مش اي نيم لان الاسماء كثيرة جدا انا اقصد لاسماء العالم المحددة بذاتها خلاص كمان الجنسيات اللي هو مثلا انا بقول دلوقتي ايه؟ اي ام فرنش انا فرنسي اه oh. سواء كانت جنسيه او لغه الاثنين واحد ياخدوا كابيتال يعني سواء بقول فرنش كاللغه الفرنسيه نفسها او اي ام فرنش انا فرنسي الجنسيه برضو الاثنين ياخدوا اف معايا؟ يبقى نحفظ كده مع بعض اسماء الاشخاص اسماء البلاد اسماء الجنسيات لما اقول I am Chinese يبقى C capital I am Egyptian الاي capital زي ما اقول ايجبت اسم بلد يبقى الاي كابيتال تشاينا السي كابيتال اللي انا اقصد الصين فاهمني بيقول لك اهو مع ايام الاسبوع تمام وي يوز كابيتال ليترز فور ذا دايز اوف ذا ويك يعني ايام الاسبوع السبت يبقى انا اقصد يوم بحد ذاته لكن لو قلت دي اي دي اي واي يوم ما تقول لي ما هو ده يوم يا مستر لا بس ده يوم ايه انا مش عارفني ده يوم ايه ما هو الايام كتير عندنا سبع ايام لكن لما احدد أهو بص بقول إيه؟ أحدد يبقى اسم علم أهو يبقى ساترداي يوم السبت بحد ذاته يبقى الأس كابيتال. فرايداي الأف كابيتال لأن أنا قصدت يوم الجمعة بس. لكن كلمة دي لأ فهمت؟ عشان تتلخبطوا فيها كتير. شهور السنة لما أقول جانيوري شهر يناير يبقى جاي كابيتال. خلاص؟ فيبرووري شهر فبراير الأف كاب وهكذا. مارش، أبريل، ماي، جون، جولاي، أوغست وهكذا. معايا؟ اسماء اللغات انجلش مش اسم اللغة ده يبقى الاي كابيتال عربيك الاي capital وهكذا فهمنا يبقى لازم بدايه الجمله تكون حرف كبير حرف كابيتال اسماء الاشخاص لما حدد حد معين اسماء الدول الجنسيات ايام الاسبوع شهور السنه اسماء اللغات فهمت بص كده My birthday is in ان جون جون ده شهر كام شهر 6 شهر يونيو شهر من شهور السنه يبقى لازم يبقى كابيتال وخد معاهم كمان الاسماء الكواكب برضو بتبقى كابتن ماشي الدرس الرابع والخامس درس بيتكلم عن الماث تمام money in other countries يعني الفلوس العملة في الدول الثانية and project وكمان عندنا مشروع نقفل المايك عشان نشرح براحتنا وبعدين نكمل الفلوس اسمها money 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 m o n e y كارنسي العملة يبقى ماني فلوس كارنسي العملة ماني كارنسي ماني كرنسي، ماني كرنسي، كفاية كده ولا نعيد تاني؟ طيب هنشوف كل عملة بتساوي إيه؟ يعني هتلاقي الجنيه متقسم لقروش مثلا اليورو لسنت سنتات الدولار لسنتات سنتات برضه تعال نشوف كده الباوند ايكوالز يعني الجنيه بيساوي 100 قرش 100 بيسترز 100 بيسترس معايا؟ طيب واليورو؟ اليورو بيساوي ايكوالز 100 سنتس، 100 ايه؟ سنتس، ممكن ما تنطقش تي وتقولها سنتس بس، أو تنطق التي خفيفة تقول سنتس. بعدين الدولار عندي هنا بيتقسم لبرضه السنتات 100 سنتس. اليوان 10 جاو 10 جاو، ما تنطقهاش زي ما مكتوبة بالعربي كده جياو، لا هي جاو جاو جاو. يوان صيني العملة الصين ايه اليوان يعني ما بيستعملوش الجنيه زي عندنا ماشي يوان 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 وبيتقسم 10 جاو 10 جاو لعشرة جاو خلاص يبقى نقول تاني باوند ايكوالز 100 بياستريس نصغر كده عشان نطلع كلهم في الصورة ايوه باوند ايكوالز 100 بياستريس يورو ايكوالز 100 سنت. يورو عملة الايه؟ الاتحاد الأوروبي، يعني في كذا دولة في أوروبا منضمين مع بعض، عاملين اتحاد سوا، فعملتهم مشتركة. العملة المشتركة اللي ما بينهم اسمها يورو، خلاص؟ يورو. بعدين عندك دولار عملة أمريكا، دولار، دولار، تمام؟ و 100 سنت، معايا، دولار ايكوالز 100 سنت. يوان يو ايكوالز تين جاو يوان يو ايكوالز تين جاو هنا بيقول لي ايه Read and learn What's your money ايه هي العملة بتاعتك اللي هي What's your currency هي هي فاهمني In my country Egypt في بلدي مصر Our money يعني الفلوس بتاعتنا عملتنا زي ما كأني بقول برضو Our currency Is the pound العملة بتاعتنا هي الجنيه One pound الجنيه الواحد is one hundred piastres بيساوي 100 إرش. In my country Egypt، our money is the pound. One pound is one hundred piastres. In my country France في بلدي فرنسا، our money عملتنا is the euro هي اليورو. One euro ال اليورو الواحد is one hundred cents بيساوي 100 سنت. In my country France. Our money is the euro 1 euro is 100 cents البنت دي بتقول In my country China في بلدي الصين Our money العملة بتاعتنا يعني Our currency is the yuan هو اليوان 1 yuan is 10 جاو اليوان الواحد بيساوي 10 جاو الولد ده من أمريكا بيقول In my country America Our money is the dollar العملة بتاعتنا هي الدولار One dollar is one hundred cents. We say we cents. In my country, America, our money is the dollar. One dollar is one hundred cents. خلاص. بعدين بيقول لي البروجكت بتاعي. Our group chose to talk about Japan. المجموعة بتاعتنا اختارت انها تتكلم عن دولة اليابان. The money of Japan is the yen. عملة اليابان هي الين الياباني. يبقى عملة اليابان اسمها ايه? ين Y-E-N. This is the Japanese flag. ده علم اليابان زي ما انت شايف ابيض وفي علامة ايه? دايرة كده حمرة في النص. بيقول لك this is the Japanese flag. يعني ده العلم الياباني. It is white. هو لونه أبيض. With a red circle مع دائرة لونها أحمر in the middle في منتصف العلم. This is the map of Japan. دي الخريطة بتاعت دولة اليابان زي ما أنت شايف. The Japanese اليابانيين like to eat sushi بيحبوا أكل السوشي أكلة مشهورة جدا and noodles والمكرونة الطويلة اللي أنت عارفها دي. Our group chose to talk about Japan. The money of Japan is the yen. This is the Japanese flag. It is white with a red circle in the middle. This is the map of Japan. The Japanese like to eat sushi and noodles.